نرحب بكم اليوم من سد شرحبيل بن حسنة، سد زقلاب الواقع بين لوائي الكورة والأغوار الشمالية في شمال الأردن. ونستعرض معكم استكمال الحديث الأول فيما يتعلق استزراع هذه الغابة الجميلة، وهي الغابة الواقعة على الضفة الشرقية من سد زقلاب. الحقيقة الحمد لله البوادر المشجعة التي بدأت بالظهور، وهي زراعة شجرة الخروب ذو الفوائد الجمة، الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الهامة، الحمد لله بدأت بالنمو وعمرها لا يتجاوز 3 أعوام فقط، ولكن بالعناية والرعاية الحمد لله هذه الشجرة الثانية. أريد أن أعرفكم على هذه الشجرة المهمة الجميلة طبعا، وهي شجرة الرتم. هذه الشجرة تعتبر من الشجيرات البرية وشجرات النادرة. شجرة الرتم هي عبارة عن تألف البيئة الصحراوية أو شبه الصحراوية. الآن شجرة الرتم هذه بدت أزهارها والحمد لله بالنمو، وهي ذات زهرة بيضاء، وهي مكان خصب جدا للنحل. الآن لا يوجد زهور، ولكن أن النحل يعني يوجد له بيئة خصبة للنحل للوجود على هذه الشجرة، ومن ثم الحصول على عسلها ورحيقها لصناعة العسل. هذه الشجرة تعتبر من الأشجار المهمة والنادرة والتي يجب حمايتها. الآن لها تفوح منها روائح عطرية غاية في الرقة والجمال والعنفوان. وفي نهاية الحديث ندعوكم إلى العناية بهذه الشجرة، وهي شجرة الرتم ذات الألوان الجميلة والرائحة الزكية. محدثكم دكتور أحمد شريدة، رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية من محافظة تربت بشمال الأردن.